غايز ياو 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 غادي نمشيو نتريني وشا شا شا كتصب اللي زوينه الدراري هنايا هو واخا شا كتصب عرفتي دابا علاش شتا كي دايره الدراري ودرجه الحراره 26 ونمشيو نترينو وما كتنزلش درجه الحراره على 26 مستحيل خويا سيمو صراحه وليتي ما كيبانش فيك السبور كاع فعلا انا الاخوان رجعت ل 96 لاني ملي كنفكر راسي راني راجع للمغرب كان ديبريما وكنبدا ناكل وكنتعصب وهذا الشيء اثر عليا بالجهد الاخوان بالجهد من الاخر الوحيده الاخواني محافظ على يومنا هذا الخدمه صافا ما نقولش لكم بيرفكت ولكن كتحس واحد الانرجي ولكن داك الانرجي اللي داك الشيء اللي عندي كنحس بها راه نرجع للمغرب اجرك الله معلم هادشي ليك دابا خوت كنشوف فين كاين ما كايناش كورونا الدنيا زوينه على صحه اللي الناس عايشين كنحس بواحد الانرجي واو ولكن ملي كنشوف المستقبل انا جاي للمغرب وحق الرب ما نكذبش عليك كنمشي كناكل كنرونها ما كنحملش فهمتي من الاخر ما كنبغيش نقول هادشي ولكن هي الصراحه الدراري ردوا بال اخويا السيمو راه رجعتي سمعني عاوتاني راه عادي راه 96 الاخوان راه ولا الوزن كيتزاد بواحد الطريقه رهيبه لان ستريس وكنتعصب وكنتسمم داك السم ديالي كنبردو انايا في الماكله وكتزاد لان راه كتشوف من الجنه لجهنم جايز ملي كنقول تنشوف راسي جاي للمغرب كنفشل الاشكاليه ما كايناش في المغرب الاشكاليه كاينه في كورونا هنا ما كايناش كورونا راه عندي فيزا ميريكان تاع 10 سنين ولكن راه ستوبيد غبيه مشيت لميريكان دابا لان ميريكان زفت من المغرب اللهم المغرب ولا ميريكان دابا فرنسا قبل يومين ديكلارات اكبر عدد ديال الحالات في نهار واحد الميريكان تشمات كاين حاليا ملي كنتي محظوره تكون في الشينوا ماليزيا تايوان فيتنام تايلاند من غيرهم راه تشرشي وانا راني هنايا علاش انا نمشي يا صاحبي علاش خوت هاد القائمه ديال الدول اللي قلت راس مستحيل تدخلها حاليا مستحيل المشكله هي الا خرجتي ما يمكنش تدخل عاوتاني وبالتالي انا فيها كنقول لي غنخرج من الجنه راه ما يمكنش ترجع راه ماشي خيار اللي خرج الله يهنيه عليك راه واخا تكون انت شخصيه دبلوماسيه راه اول مره في التاريخ دوله ما بقاتش مامنه بداك العرف ديال شخصيه دبلوماسيه تدخل لان جا واحد السوداني هو وبنته ومراته ودخلوا خلاهم يدخلوا ومشاو وبنته كانت فيها كورونا ودارت لهم روينه هنا بصلي باش تجمعوها الخوت واحد الفيديو درته جوج سيمانات هادي وقلت بلا ما نبارطاجي حتى المدام قالت لي بلا ما تبارطاجي هذا الفيديو ما يجي منه المشاكل على الاختطاف والاغتصاب ديال الدراري الصغار في امريكا الاعلام المغربي ساتر هذا الموضوع هذا راه داير بوم في امريكا روينه طاريه معلم كاين هادشي داير في الميريكان بوم كيدو عليه الناس والاعلام كيتستر عليه اضف الى هذا الاعلام المغربي ما دواش ولكن مورطه فيه شي شخصيات نافذه في الميريكان شي شخصيات ما يمكنش تصدق داكشي طاري ولكن الاخوان علاه قلت سكوات وخليني ساكت عرفتي الخوت اللي اختطاف ولا اغتصاب ديال الدراري الصغار شي جوج سيمانات ثلاثه هادي كنت بغيت ندواني نقول شوف هاد الفيديو غادي يجيب لي المشاكل والمصاعب سيرتو دوك الشخصيات راه ما يمكنش تيق انهم دايرين ديك الروين راه ما يمكنش ما تدخلش ديك العقل الخوت بقيت كنحلل قلت ما كايناش جريده مغربيه وحده دوات في هذا الملف هذا رغم انه الفرق الملف او حتى الاعلام الامريكي كيتستر عليه باش نكونوا عادلين ماشي الاعلام المغربي وقلت علاش انا غادي ندوي خلينا اخويا سير خليني سير الدراري قبل ثلاث ايام هادي كنت في رايونغ ودابا غادي لبوكيت بالضبط الراواي هي فين ساكن وكاينه 1015 كيلومتر هادشي اللي كنبان لكم كنبطلو طلب الزربه كل ليله بات دابا على حقاش باغي نسير 1015 كيلومتر وكنخص 300 يو جايز يلا وصلنا اليوم غادي نباتو فوق الماء هاد الدار هادي فاش جالسين جات فوق الماء ها هو تيبان على برا دابا ما كاين ما يتصور حتى الغدا ونصور الدراري في نظركم شنو هادشي دابا الدراري غادي نقول لكم بالروج ولا شنو هادشي ماشي هادشي هادشي علاش كنقول لك عاونوا مراتك دير الفلوس من الواب انا ما عنديش مع نشري الحوايج ولكن اليوم المدام كرماتني المدام هي مشات شرات لي معلم الحوايج هادشي ديالها هي شرات لي الحوايج اللي غادي ندوز بهم الشتا كامل هاد العام في المغرب 11 سروال ديال الجن والصرف يو جايز صباح الخير على واحد الكوان على قد الحال داكشي ديال الدراري واش معلم ساكنين هاد الليله هادي دوزنا ساكنين فوق الماء ولكن وصلنا بالليل على ما صورتش لكم اللهم بارك اللهم هادي هي البيت ديالنا على قد الحال في هاد الجزيره ولكن اجي نشوفو على برا تبارك الله تبارك الله تبارك الله هادشي على قد الحال ديال الدراري واش معلم واحد المناظر خطير في هاد الجزيره اللهم بارك يو جايز شحال هادي الاخوان ما رجعتش لهاد الجزيره هادي هنا فين عشت 4 سنين نقول بريسك 5 سنين ورجعت للمغرب عاوتاني باش نعيش على قبل الوالده والشرج جاي للمغرب على قبل الوالده انا قالت لي ارجع اولدي راني توحشتك وعلى هادي نرجع فكرت الكوان اللي مواكر فطرتي في الجزيره ملي كنت عايش هنا 4 سنين حتى 5 سنين الفطور ديالي المفضل مسمنه بالفرماج والكاشر وزيت العود وبانكيك بالبنان ونوتيلا معلم والعصر هادي مرة وغايز يلا جينا انا والمدام
شرينا بيلزات من هذا المول هذا الباليزات ديالي باليزات ديال المدام معلم باش كنوجدوا باش نجمعوا حوايجنا ونجيو للمغرب بالراجل صات المغرب كيعيط شوف لي يا معلم علاش حتى كي دايره اللهم بارك اللهم بارك من ايامات الخوت كنت صغير في المغرب ما شفت في المغرب كتصب شي حتى بحال هكا من ايامات كانوا المغاربه دراواش وكيتعاونوا بيناتهم كيبغوا لبعضياتهم الخير نهار الخوت عاوتاني غادي نرجعوا نبغيو الخير لبعضياتنا وتشوف خوك واحد تعاونوا بالرجولة غادي يرجع الخير بحال هكا شوف هاد الناس هادو في قلوبهم الخير شنو عطيهم ربي اما حنا لا بنادم حاق دوتينا فوق بجوج ركعات بالرجولة كنفكر نشد هادي شنو بان لكم الدراري فليب ولا فلوب مليحه ولا انقلاي تديريح نتوما قولوا لي الدراري شنو بان لكم بالرجولة بان لي فيها خصني نشد الصاد بالرجولة الدراري نساو لي التقاشر قول لي اش بان لكم السبادري على قشه التقاشر بهاد الكولور هذا ديال التجريب هاد النايك هادي واش فليب ولا فلوب يا رطبا معلم رطبا بالجد عجباتني خديت ديك الاديداس شكرا لكم تشوفوا لي التاج ناخذ ولا ننسى خدينا ديك الاديداس وخدينا ديك النايك قولوا لي بالرجوله كي جات هاد الكونفيرسا هادي ناخذ مزيانه ولا ننسى ما مناش بالرجوله الدراري قول لي شنو بان لكم يلا نتسنى عاوتاني تقولوا لي باش نشوف واش نتقطى ولا ننسى رجولة الدراري صافي شكرا لكم درنا المقضية الدراري قلتوا لنا داكشي زويون توكلنا فيه الله شكرا لكم بزاف الدراري وكنديروا المقضية الاخرى باش صافي غادي نرجعوا للمغرب المغربه معلم البلاد بلاد كتعيط سيمو من اللي ما كايناش كورونا في تايلاند علاش كتلبسوا الكمامه شوف كلشي في حاله تاهب الدوله كامله في حاله تاهب من الجيش واقف في الحدود لانه ممكن يدخلوا البرانيين بغاو يجيو لتايلاند لان ما فيهاش كورونا كلشي في حاله تاهب معلم انت حمقه معلم راه على الحدود كاين اللاوس وبورما راه بغاو يهربوا معلم يجيو لهنا راه الناس كتموت تما صاحبي راه الجيش بحال في الحرب وحنا لابسين كمامه بحال كاينه كورونا والوزير الاول ديال هنا كيقول لك رد بال وخليونا رابطين بالنا وخا ما كايناش دابا 3 شهور ما كاين حتى حاله ولكن راه ممكن شي واحد يسلت من الحدود شي حاجه طرات بان وينتشر الا ما كانش الكمامه وتفرقع علاه كاين الكمامه باش الدوله عاوتاني الا جاب الله طرا شي تسرب ديال كورونا ولا شي حاجه تعاود تجمع بنادم بالسربه مع تراجيك تفرقيع بحال القصه ديال واحد المصري نزل هنايا من الجيش المصري وخرج بلا رخصه خرج تيتشرى في الشارع وتشد 1889 تايلاندي شدوهم في الحجر الصحي علاش لان المصري خرج يتسارى وسدو مول وسدو سوق بسبب ان واحد خرج واش كيصحاب كالصد راه المقدم والشيخ والقايد منادين في علا الصد نيفو اخر كورونا كتبغي الكاميرات كتبغي 1889 اللي دخلوا كاملين للمول ودازوا في داك السوق ودازوا حدا المصري كلشي تشد خصك نيفو اخر حاجه اخرى الاخوان هنايا ما كاينش داك الكجام الخاوي يعني في الطوموبيله ما تلبسش كمامه برا الطوموبيله خصك تلبس كمامه ولا تخلص 160 الف ريال مغربيه 8000 درهم والتايلاندي كيجد مسكين 3000 درهم يعني ما بلا ما يبقى تشكل ديال المغربي على 300 درهم راه دايره معكم الدوله ربط المزيان بالرجوله تبان بحال كنشكر الدوله فهاد الدوله دارت معكم ربط المزيان لا لا شوف المغرب في الازمه كورونا بان ضعيف في الحضيض والوزاره ضعاف وكلشي كيضرب على مصلحته وبدلتوا الصوره البلاد من الاخر نجيك من الاخر الدراري هادي السكيت شري قلتو لي شري اخر مره وشريتها هاي الاديداس اللي شجعتوني عليها اليوم راني شريتها بزاف سولوني على الثمن ترجعوا نقول الثمن شحال وهاي النايك معلم وهاي الكونفيرسا معلم ماشي شي حاجه الخوت سبادريات داكشي كيما معروف كنلبس ديما داكشي ديال الدراوشه معلم الا كانت سبادري فوق 3000 درهم والله ما نشريها بالرب المهم الخوت هادي كتبقى ب 6500 باط هي 2160 درهم واحد المعلومه مهمه لا شفتو تاريخ الانتاج 15/2/2563 علاه الطيرون جاتها كورونا ساهله لانهم كيعيشوا في 2563 الشينوا كيعيشوا في 4718 وانت باقي عايش في 2020 وكتقول 2020 دراري قال لك ورينا حتى الاخرى حتى هي بشحال ها نتوما الدراري هادي سيتي تقامت هي ب 6100 باط ماشي شي حاجه 2030 درهم بالضبط على قد الحال مليحه زوينه زوينه صراحه عجبتني صراحه تقال